بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذة الأفاضل، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم، والله يتقبل الطاعات إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. شكرا جزيلا أستاذي دكتور أثير مرة أخرى للكلمات الجميلة، وممنون من عندك هواي. بهذه المحاضرة راح أتحدث عن الميكروفلويدكس، اللي هو علم الوقائع الدقيقة، عن their applications in clinical biochemistry وبعض تطبيقاتها في مجال الكيمياء السريرية الحيوية. راح أتحدث عن تطبيقين بمجال الميكروفلويدكس، اللي هو خلاصة الدراسة اللي قام بها فريقنا البحثي باستراليا والعراق. الموضوع الأول راح يكون عن الـ Therapeutic Drug Monitoring TDM of Aminoglycosides in Whole Blood، المراقبة العلاجية لأدوية الأمينوغليكوسايدز في عينات الدم الكاملة. هذا راح يكون أول يعني بحث راح أعرضه. والموضوع الآخر اللي هو راح يكون عن الـ Blood Plasma Filtration، اللي هو أيضا تطبيق آخر للميكروفلويدكس في مجال تصفية وتنقية الدم والحصول على بلازما نقي. أول شيء راح أتحدث عن TDM of Aminoglycosides، اللي هو المراقبة العلاجية لأدوية الأمينوغليكوسايدز. أول شيء نعرف شنو الأمينوغليكوسايدز وليش راح نراقبها بالدم قبل لا تعطى كعلاج، أو قبل لا يعني الفترة العلاجية إلها يجب أن تراقب. أول شيء الأمينوغليكوسايدز أغلبكم يعرف، مثل الأميكاسين، الجنتامايسين، توبرامايسين، هي مضادات حيوية جدا مهمة، تستخدم بشكل شائع في المعالجات البكتيرية اللي تصيب اليورينري تراكت مثل الجهاز البولي والرئة والقلب. بالرغم أهمية هذه المضادات الحيوية، إلا أنها ممكن تؤدي لي إذا ضعف سمعي أو ضعف دهليزي أو ضعف كلوي، يعني إذا زاد الدوز مالتها بالدم عن الحد المسموح راح تسوي له هذا السايد إفكت. لذلك مراقبتها بالدم جدا مهمة بسبب الأوتو توكسيسيتي مالتها، اللي هي السمية السمعية، والنفرو توكسيسيتي اللي هي السمية الكلوية. فانطلاقا من هذا الهدف طورنا يعني شريحة تعتمد تعمل وفق مبدأ الميكروفلويدكس لمراقبة أدوية الأمينوغليكوسايدز بالدم. أول شيء راح أبدي فد مقدمة وتمهيد للكونسبت مالتنا بالميكروفلويدكس علما لمراقبة الأدوية بالدم. البيرسوناليز ميديسين، اللي هو الطب الشخصي، عادة يتطلب رعاية صحية أولية، with medical practices treatments, decisions, or products specific for each patient. هذه الرعاية الصحية عندما أطبقها على personalized therapy، اللي هي معالجة شخصية، راح تحظى باختيار أدوية تعتمد على أول شيء الـ patient's genetic content، اللي هو المحتوى الجيني للمريض. ليش؟ حتى يحدد لي الدواء الصحيح للمعالج، وبعد يعتمد على الثيرابيوتيك دراج مونيتورينج التي دي ام، حتى شنو يضمن لي الكوركت دوزن بيريد، يضمن لي يعني الدوره العلاجيه والتركيز الامثل المن للدواء حتى يقلل لي السميه ويزيد لي الفعاليه. التي دي ام مهم لبعض الادويه اللي ممكن يكون لها الثيرابيوتيك رينج جدا ضيق، وبالتالي احتاج ان يعني اخصصها واضبطها لكل مريض قبل لا انطيه الجرعه الاخرى. ممكن زياده الجرعه راح تسبب له شنو؟ فتسايد افكت معين، كما في المثال مالتنا اللي هو الامينوغليكوسايدز. زين، التي دي ام اكو عده طرق ممكن من عدها شنو أجري تي دي أم للأدوية، لكن هذه الطرق عادة تجرى في المختبر باستخدام Liquid Chromatography Mass Spectrometry and Immunoassays،
وهذه بالتالي ممكن يؤدينا إلى overload clinical lab وممكن يؤدينا إلى significant financial burden. ممكن يعني يسوي لي overload باللاب وممكن يسبب لي عبء مالي كثير. وكذلك بعض التطبيقات للتي دي ام تكون لها حاجة ملحة أن تجرى وين؟ at home في المنزل، مثل المرضى اللي يعانون من chronic conditions يعني أمراض مزمنة أو شيء، هذا مو دائم يعني ما تصير إلى ممكن أن يروح للمختبر يسوي تي دي أم للأدوية اللي يأخذها، لذلك تكون هناك لهم حاجة ملحة أن يجرى الاختبار وين بالمنزل. وكذلك للي يبحث عن rapid and quick response اللي يريد استجابة فورية، فما ينطل السامبل مالته ينتظر فترة زمنية حتى يحصل النتيجة. لذلك هذه الحاجة الملحة يجب أن تجرى التي دي أم at home. المثال الأكثر شهرة للتي دي أم هو قياس مستوى السكر بالدم، لذلك الديابيتك مريض السكري ممكن يسوي سيلف دوزنج للكوركت اماونت اوف انسولين، ممكن يشيك قد يحتاج انسولين حتى ياخذ جرعه اخرى. فهذا اكثر شهره للتي دي ام من الامثله الاكثر شهره. بالرغم وجود عده انواع من اجهزه قياس السكر بالدم الا انه هذه الاجهزه عادة آلية عملها تعتمد على الـ Un-Antibody or Un-Immunoassay. بعض التارجتس، إذا أريد أبحث عن تارجتس معين في مجال الـ TDM، ما بهذه الخصوصية أن يجرى باستخدام الـ Un-Antibody or Un-Immunoassay. لذلك راح شنو يجرى تحليله عادة بالأجهزة عالية الفصل، واللي هي لغاية تقريباً 91 كان من الصعوبة أن نصغرها ونخليها تجرى وين في المنزل. بالواحد وتسعين قد ما طورت المايكروفلويدكس عن طريق العالم منزس، هذه صارت أكو قابلية أن ممكن أن تصغر هذه الأجهزة على شكل جهاز محمول ممكن أن أستخدمه بالمنزل لإجراء بعض التحاليل. وعادة هذا يبتدوا بيها بالبورتبل الكتروفوريتيك ديفايسز اللي هي الأجهزة اللي تعمل على الترحيل الكهربائي، مثل من في الجهاز الميدينيت. هذا الجهاز الميدينيت تطور حاليا موجود بيوروب بالماركز، أقدر من خلاله أقيس مستويات الليثيوم بالدم. ممكن أن أخذ قطرة دم من الفينجر بريك راح تنطين استجابة فورية بأن مستوى الليثيوم عندك هلقد زين. فهذا الميديميت، جهاز الميديميت هو example للpoint of care device POC اللي يعمل وفق مبدأ المايكرو توتال أناليسيس سيستم اللي يسموه المايكرو تاس كونسبت اللي هو هذا المايكرو فلويدكس. شنو هذا المايكرو تاس؟ كاختصار هذا المايكرو تاس يعرض للقابلية to integrate multiple procedures أن يكامل عدة طرق تحليلية، وهذه الطرق التحليلية ممكن أن تكون على شكل شريحة صغيرة محمولة طبعا باهظة الثمن، تكون سهلة الاستخدام وما تأثر لي على النتائج. يعني عندما أقارن النتائج المستحصلة من هذه الشريحة ويا الأجهزة الأخرى تكون يعني مضبوطة مثل هذه الأجهزة مثل الـ HPLC أو GCMAS. هذه واحد من العوائق الموجودة بتطوير المايكروتاس هو الكومبلكسيتي، يعني التعقيد والحجم للجهاز المطلوب أن يجرى on site analysis في الموقع. حتى أريده يجرى في الموقع وفي المنزل لازم يكون fully automated مؤتمت بالكامل، simple to use سهل الاستخدام، easy and low cost to make. انطلاقا من هذه المبادئ خلال دراستي بالماجستير بجامعة تزمانية طورنا شريحة محمولة
هذه الشريحة تحوي ثلاث قنوات مايكروية. هذه القناة بالوسط اللي هي قناة الفصل حجمها 50 ميكرومتر، وهذه القناة بشكل حرف V حجمها 500 ميكرومتر، وهذه قناة أخرى حجمها يكون 500 ميكرومتر. الغرض من هذا يعني هذا الديزاين هو أراقب أدوية الأمينوغلايكوسايدز بالدم. التفاصيل هسه راح أجيها واحدة واحدة. إذا أخذ زوم لهذه المنطقة راح أحصل هذه النتيجة. هذه التيب مال هذا البي شانل نهايتها مفصولة عن السبريشن شانل قناة الفصل بمسافة 100 ميكرومتر. هذه المسافة وكذلك هذه المسافة 100 ميكرومتر، يعني ما متصلة هذه القناة. هسه راح أذكر ليش ما متصلة. المسافة بين هذه النهاية إلى هذه النهاية 500 ميكرومتر. الغرض من هذه المسافة أنه أخلق قناة نانوية حجمها بالنانوميتر. هسه هذه إحنا قنوات مايكروية. هذه القناة النانوية تسمح لي بمرور الجزيئات الصغيرة. طبعا الجزيئات الصغيرة راح أكرر هذا المصطلح، معناته الجزيئات اللي وزنها الجزيئي أقل من ألف دالتون، زين؟ بينما الجزيئات الكبيرة مثل خلايا الدم البروتينات ممكن راح تتفلتر بهذه القناة، زين؟ وبالتالي إذا كان عندي سامبل بلاد أكيد السامبل بلاد بتركيز أعلى من البروتينات بخلايا الدم. هذه البروتينات وخلايا الدم ممكن أن تتداخل ويا الجزيئات الصغيرة، فبالتالي بالفصل راح من الصعوبة أن أقدر أحصل بيك واضح علماً للجزيئات الصغيرة اللي أبحث عليها أنا لدراج سمارت. فالغرض من هذه القناة هي هذه القناة النانوية هو عمل اكستراكشن، استخلاص للجزيئات الصغيرة وأرحلهن وين؟ بهذه قناة الفصل. هذه القناة النانوية الأخرى تكون أصغر من هذه القناة، زين؟ الغرض من أجهة تمنع مرور الجزيئات الصغيرة المررتها وتمرر فقط الأيونات، فبهالحالة راح تعمل لي ديسولتينج المن للسامبل. يعني بالقناة الأولى عملنا فلتريشن بلاد بلازما العفو بلاد سيلز وبروتينز تفلترت هنا عبر الجزيئات الصغيرة اللي أقل وزنها الجزيئي أقل من ألف دالتون وياها الأيونات. الأيونات ما أحتاج هم يرد أسوي ديسولتينج للسامبل فعبرتها بهاي القناة. هذا الشكل هو راح يوضح لي الآلية شلون جاي يصير. طبعا هذه معكوسة الصورة. هنا عينة الدم عندي بها بلاد سيلز بها بروتينز بها جزيئات صغيرة كمثال الفلوريسين، هي فلوريسنت هاي. فأبر لي شنو هذا ان أورجانيك أيونز، أبر لي القناة الفصل فقط الجزيئات الصغيرة، الأيونز عبرتها وين؟ لهذه القناة. طبعا كل هذه العملية تم بالالكتروفوريسيس بالترحيل الكهربائي، يعني هذه الجزيئات مشحونة وأقدر باختلاف الفولتية أسحبها بعدين بالتطبيق أوصل. هذه القنوات النانوية سميتها size and mobility trap، يعني مصيدات SMT، طلقنا عليها اسم SMT size and mobility trap. فهذا هو SMT هنا موجودة وهنا موجودة وشرحت آلية عملها. قلنا الغرض من أتها شنو؟ purify يعني تصفية وconcentrate وتركيز هذه small molecules، راح أركزها بهذه بعدين أسوي لها شنو electrophoretic separation. بعد ما ركزتها بهذا المكان راح أسحبها وأفصلها بقناة الفصل، أخلي الديتكتر هنا وراح شنو تمر المرور مال الجزيئات اعتمادا على الحركة، لأن كل جزيئة لها حركة، ممكن جزيئات سريعة حركتها ممكن جزيئات بطيئة، فراح يصير عندي فصل تام المن لهذه التارجت مالتي إن كان أدوية أو شيء آخر. شلون راح أصنع هذه الجزء
المايكروفلويدك ديفايس الفابريكيشن مالتها تم باستخدام قطع من البولي ميثيل ميثا اكريليت البي ام ام اي. طبعا البي ام ام اي ماده صلده رخيصه ممكن توصيلها الكهربائي جدا ممتاز، فهذه الصفات اللي بيها استخدمناها وين بالتصنيع المايكروفلويدك ديفايس. حجمها يكون 7.5 سنتيمتر والعرض مالتها 5 سنتيمتر، وتم عن طريق هذا البروسيجر. طبعا البروسيجر وتفاصيله موجوده بالبيبر مالتنا، هذه اذا واحد يريد يطلع ويشوف يعني موجوده هذه بالاسفل. كخلاصه شلون صار التصنيع؟ البلانك بي ام ام اي، البي ام ام اي لوحدها طليناها بطبقه من الاس يو 8، هذه ماده ايبوكسي يعني ماده لزجه اقدر استخدم فوتو ماسك. فوتو ماسك بالديزاين مالتنا، هذا الديزاين اللي شرحته بالبدايه، بالبدايه طبع على شكل ماسك قناع زين، وهذا الديزاين اخر يسمونه كروس شانل. طبعا هذا ستاندرد محضر سابقا استخدمناه للمقارنه فقط، للمقارن بالديزاين مالتنا اللي هو النوبل الحديد، يعني ما احنا اقترحناه واقترحنا الميكانيزم مالته وحصلنا النتائج اللي راح تطرح لاحقا زين. فهذا الفوتو ماسك بهذا الديزاين يطبع عليما على الاس يو 8، بعدين هسه هنا بعد ما تم طباعه بعدين استخدمنا بولي دايميثيل سايلوكسين، هذا السائل هو بوليمر، خليناه على القناع زين، طبعنا من عنده تمبلت قالب. هذا القالب بعدين يكون عندي هو الاساس بطبع الشرائح مالتي، يعني هذا القالب اجيب شريحه البي ام ام اي يعني البلانك، هنا بالبدايه حضرنا من عندها فقط قالب، بعدين البي دي ام اس صار هو القالب مالتي بالهوت انبوكسنج، هوت انبوسنج اللي هو النقش الساخن، جماعه الميكانيكال انجينيرنج اكثر شيء هم يعني متعمقين به. هذا الهوت امبوسينج راح يطبع لي شنو؟ يعني باستخدام ضغط وحراره معينه، موجود كلها تفاصيلها بالبيبر، بس مجرد راح يطبع لي تنقل الديزاين ينقل مباشره وين؟ على البي ام اي. نال وحدها ما قدرنا لما ما حضرنا من عندها قالب يا الله. بعد هذه استخدم ادهيزف تيب ممكن راح يغطي لي هذا الشانل واستخدمها فقط، هنا أنا راح تكون عندي الفتحات للسامبولات، هذه 1 2 3 4، مجرد هنا راح يكون احقن السامبول مالتي واجري الميكانيزم مال السبريشن مال الفصل زين. بعد ما حضرنا الديفايس راح نجي شلون نحضر النانو شانلز. النانو شانلز اللي قلنا وين راح تتكون؟ هنا بهاي المسافه ال 100 مايكرومتر. هذه النانو شانل البي ام ام اي لها داي الكتريك سترينج، قوى شنو؟ كهربائيه. مجرد اسلط فولتيه القوى مالتها هي 40 فولت لكل مايكرومتر. طبعا هذا يعني موجوده بالليترشر، احنا شفنا هذه القوى مالتها، اعلى من هذه القوى راح يصير بيها بريك داون، يصير كسر زين. بعد ما سلط الفولتيه العاليه التيار اللي استخدمه ويا الفولتيه اللي يسمونه تيرمينيتد كارنت، هذا التيار زيادته او نقصانه هو اللي راح يحضر لي قناه نانويه واسعه او ضيقه. يعني بالتجارب طبعا 6 أشهر نجرب احنا لما ما حصلنا هاي النتائج، لان استخدام 1 مايكرو امبير و 4000 فولت ثابت، هذا الواحد مايكرو امبير قدر يحضر لي هنا قناه نانويه، يخلق لي قناه نانويه ما تمر خلالها البروتينات وما تمر خلالها خلايا الدم، تمر من خلالها فقط الجزيئات الصغيره. بينما هذا الجزء قلت انا لازم القناه النانويه تكون اصغر من هذه حتى الجزيئات الصغيره ما تعبر هنا، تبقى وين؟ متركزة بقناة الفصل. استخدمنا تيار أقل اللي هو 0.1 مايكرو أمبير، هاي القناة النانوية اللي تكونت هنا
راح تكون أصغر من هذه، وبالتالي الجزيئات بقت هنا. زين، الأوبريشن مال ديفايس بعد ما أحقن عينة الدم، أنا اللي أبحث عنه شنو؟ الأمينو غلايكوسايدز اللي هو أنا استخدمت السامبلات مالتي، أميكاسين، جنتاميسين، توبراميسين، هذه كلها الشحنة مالتها سالبة، بيها مجاميع فينولية وبيها مجاميع كاربوكسيليك أسيد، لذلك باستخدام pH عالي راح تتكون لي شحنات سالبة وين؟ على هذه الجزيئة. فمن أقناها ويا البلاد سلطنا هنا شنو؟ ناقص 700 فولت، يعني نفرنا الجزيئات، وهنا راح تكون شنو؟ بلاس فولتج. فانتقلناها من القناة النانوية لقناة الفصل لهذه القناة. زين، شنو انتقل وياه؟ أي أيونات سالبة، أي البلاد عينة النون، يعني ما نقدر نعرف شنو بي أمينو أسيدز، بي يوريا، بي كرياتينين، بي ديفرنت مولكيولز. فهذه أنا شنو الهدف مالتي هذه الأدوية. هسه راح أشوف بعدين شلون أميزها من بلانك بلاد، شلون ويا سبايك دراجز وهكذا، بعد ما أثبت البيكات مالاتي. فهسه هنا أنا شوية راح يعني أتأخر بهذا السلايد على مود التفاصيل تكون واضحة لكم. هنا عندي الأمينو غلايكوسايد دراجز شحنتهم سالبة، وهنا شحنة موجبة مرة خلال القناة النانوية. البروتينز ممكن تنطيني شحنة سالبة لكن ما مرت هنا، ليش؟ لأن القناة النانوية هنا أصغر فصار لها فلتريشن. زين، بما أنه هذه القناة النانوية أصغر من هذه القناة النانوية، عبر بهذه القناة، طبعاً هذا كله انتجريشن بيها، يعني البفر مالتي، يعني البفر المستخدمة هو شنو؟ يعني صاير متكامل ويا كل القناة، لأن أي ليك أو أي شيء ما راح يصير عندي فصل. لذلك الدائرة مالتي بالترحيل الكهربائي كلها واضح. زين، بما أنه ما مرت هنا تركزت هنا، هنا استخدمنا سالبة حتى أنفرها ما تجي هنا تعبر، وهنا استخدمنا أيضا سالب شحنة حتى شنو راح تتركز هنا. الغرض من تركيزها حتى بعملية الفصل، هذه العملية تطول 60 ثانية، بعملية الفصل راح بعد التركيز تنفصل شنو بجزيئات مركزة. يعني بعد ما سوينا سويتشنج للفولتج، بما أنه الجزيئات سالبة تركزت بهذه المنطقة، حولت الفولتية إلى موجبة، سحبت الجزيئات كلها خلال هذه قناة الفصل، وصار الفصل باستخدام هنا الديتكتر PMT. PMT أي جزيئة فلوريسنس ملونة، طبعا هنا أنا استخدمت الجهاز الفلوريسنس، فلوريسنس مايكروسكوب، هسه راح بالسلايد القادم. أي جزيئة ملونة راح تمر خلال الديتكتر يقراها على شكل بيك، فهنا راح يصير عند الفصل. هذا الجهاز هو الفلوريسنس مايكروسكوب، اعتقد موجود عندنا بالعراق، حتى بجامعة ميسان عندنا موجود. فهو هذا الجهاز، يعني مجرد اخلي الشريحة هنا مالتي الشريحة المحمولة، وباستخدام المتصل ويا PMT ديتكتر، فخلال كل ما تمر الجزيئات الملونة راح يقراها على شكل بيت. زين، هذا الصورة هي حصيلة الدراسة اللي سويت، يعني راح أشوف تغير التيار اللي أستخدمه راح يغير لي حجم النانو شانل. إذا استخدمت 5 مايكرو أمبير، النانو شانل هنا سوت لي ريستركشن، يعني بلوكينج، منعت مرور كريات الدم الحمراء، لكن البروتينات مثل هذا البي اس اي، البوفين سيرم البومين، البي اس اي مر خلال هذه القناه، معناته القناه النانويه هنا شبيها حجمها كبير، مر من خلال البروتين. اذا قللت التيار عندي بروتين اخر ار بي اي صار له بلوكينج،
صار إلى بلوكينج لكن البي اس اي ما. طبعا رجعنا للليترشر والباحثين اللي اشتغلوا قبلنا، يعني اللي حصلنا خلايا الدم تمر بقناة المفروض حجمها أكبر من 5 ميكرومتر، وهذا الار بي اي يمر من قناة حجمها يكون أكبر من 10 نانومتر. بما أنه صار عندنا تصور واضح بأنه هنا القناة هذه اللي تكونت القناة النانوية بوجود 3 مايكرو أمبير سوت بلوكينج للار بي اي. الار بي اي يمر بالقنوات النانوية اللي حجمها أكبر من 10 نانومتر، إذا معناته هنا هذا القناة حجمها أقل من 10 نانومتر. البي اس اي مر، البي اس اي رجعنا للليترشر مالته يقول يمر خلال قنوات نانوية أعلى من 4 نانومتر، إذا معناته هذا القناة النانوية يكون حجمها أعلى من 4. قللنا التيار إلى 1 مايكرو أمبير صار بلوكينج للبي اس اي. إذن القناة النانوية حصلناها أقل من 4 وعبرت لنا فقط الجزيئات الصغيرة اللي وزنها الجزيء أقل من 1000. لذلك ثبتنا احنا 1 مايكرو أمبير باستخدام الـ 0.1 مايكرو أمبير صار بلوكينج لهاي الجزيئات وصار باسينج فقط المن للآيونات. هنا سوينا تجربة ما بين FeCl3 والسيانيت يتكون هنا محلول يعني ملون، عرفنا بأن هذا القناة النانوية يمر خلال هجاي الأيونات لكن الجزيئات هذه ما جايت زين. شفنا كفاءة الفصل تجربة ثالثة، شفنا كفاءة الفصل وهذه القناة النانوية ممكن أن تفصل لي أكثر من مادة، مادتين ثلاثة أربعة. استخدمنا مادتين ملونتين اللي هي الكاربوكسيرودامين يسموه الروكس هذا اللون الأحمر ويا الفلوريسين اللون الأخضر. بهذه الخطوة الأولى هي ركزناها بقناة الفصل، بعدها صار له الفصل الفلوريسين جزيء أسرع من الروكس فصار لها فصل بهذه القناة. بعدها سوينا ديتكشن الكشف للجزيئات المفصولة في الفلوريسين مر خلال الديتكتر وانطانا هذا البيك، والروكس مر خلال الديتكتر وانطانا البيك الآخر. إذن الموديفيكيشن مال ديفايس جدا أوكي، ممكن جاي يسوي لي بلوكينج، جاي يسوي لي باسينج لبعض الجزيئات الصغيرة. فانتقلنا للسامبل الرئيسي مالتنا اللي هو قدرنا أن نستخلص ونحلل جزيئات الأمينو جلايكوسايدز في عينات الدم الكاملة. الغرض احنا من البداية قلنا الاس ام تي هذه المصيدات مالتنا هي لغرض البيوريفاي اند كونسنتريت، تنقي وتركز الجزيئات الصغيرة اللي يكون وزنها الجزيئي اقل من 1000 دالتون. زين سوينا تجربة ما بين الديفايس مالتنا وما بين الديفايس اللي ردناها للمقارنة اللي كروس شانل. أخذنا سامبل مزجنا به جنتاماسين أميكاسين توبرامايسين فقط ستاندردز مولكيول فقط، يعني أستخدمها للمقارنة. ردنا نشوف نفس السامبل الديفايس مالت جاي تطين تركيز أو لا. استخدمنا بالبينست إنجكشن كروس شانل هذه للمقارنة، انضطني هذا البيكات هذا نفس السامبل اللي هو 5 بي بي ام من هذه الادويه الموجوده، بينما نفس السامبل استخدمناه بالديفايس مالتنا الاس ام تي انبثنا بيكات واسع، وبالتالي قدرنا نحصل انهانسمنت فاكتور هذا معامل التعزيز اكثر من 30 مره من الستاندرد ديفايس. وهذا الفت يعني الشيء جدا رائع بأن الديفايس مالتنا قدرت تركز لي الجزيئات وبالتالي هيئتها للالكتروفوريتك سبريشن للفصل بالترحيل الكهربائي. بعد ما عرفنا الديفايس مالتنا ممكن تركز الجزيئات انتقلنا إلى تحليل. زين أخذنا سامبل من البلات
وسوينا له سبايكينج، يعني ضفنا بالبلاد الجنتامايسين والاميكاسين والتوبرامايسين. زين البلاد يعني عينة الدم ويا الأدوية فصلناها بالاس ام تي اللي هي الدبل في تشيب، يعني هذه الـ يعني الديفايس ويا قناتين الدبل في، ويا من ويا الديفايس اللي ردناها للمقارنة. ليش الديفايس ما بيها قنوات نانوية؟ قدر صار عند الفصل هذا معناته شنو؟ البروتينات انفصلت بالديفايس هذه اللي هي الكروس شانل للمقارنة استخدمناها، وصلت البروتينات وأثرت وين؟ على الجزيئات الصغيرة ما ممكن جاي تلاحظ، فصار بينات تداخل. بينما الديفايس مالتنا صار فصل تنقية بالبداية للبروتينات وفصل للجزيئات الصغيرة، هذه كلها جزيئات صغيرة. هذه البيكات شلون حددناها المن لهذه الأدوية؟ تم تحديدها من خلال فصل الأدوية لوحدها وتثبيت البيك مالتها بيا وقت فصلت. زين وأخذ بلانك بلات عينة دم لوحدها فصلناها، وعينة دم ويا الأدوية وعينة أدوية لوحدها، فهذه صار ماتشنج بالبيكات. هذا البيك يوازي هذا البيك، يوازي هذا البيك، إذن هذا البيكات هي المن للدراجز مات. بعدها سوينا اللينير كاليبريشن كيرف، زدنا التركيز لكل دراج، فحصلنا به يعني جدا رائع. هذا اللينير كان للأدوية ثلاثتهم، وبالتالي يعني قدرنا نضبط هذا الموقع المن للبيك الفلاني، هذا للأميكاسين، هذا للجنتمايسين، هذا للتوبرامايسين. فكانت عندي هذا اللينير كاليبريشن كيرف للأمينوغلايكوسايد كونسنتريشن. الدراسة هذه الفابريكيشن اوف مايكروفلويدك ديفايس عرضناه بوستر بجامعة أوكلاند بالنيوزيلاند، وحصلنا به ثاني أفضل بوستر. والنتائج اللي عرضتها تم نشرها بمجلة بايو سنسرز ويا التيم، يعني أنا طالب الباحث الأول وهذا التيم مالتي المشرفين مالتي. هذه المجلة هي 4.4 سايت سكور و 3.6 impact factor، وهي بال Q1 clinical biochemistry. هذا كان التطبيق الأول المن للمايكروفلويدك ديفايس مالتنا. التطبيق الآخر أمر به سريعا حتى لا يأخذنا الوقت، استخدمنا novel device، يعني ديزاين جديد الغرض من عنده أحصل بلازما نقية أستخدمها بتطبيق آخر. هذه دراستي السابقة اللي هسا عرضتها، هذا الديفايس كانت فقط المن الفلتريشن والاناليسيس، يعني التنقية والتحليل يتم على الديفايس نفسه. القابلية على انه اسوي كولكشن للفلتر بلوت، يعني اعزل الدم المنقى او البلازما الدم حتى استخدمها بتطبيقات اخرى، غير ممكن خلال هذا الديفايس. فمن هذا الليميتيشن هذا الديفايس انطلقنا طورنا ديفايس اخرى اللي هي بهذا الشكل. هذا الديفايس الغرض من عندها اسوي فلتريشن للبلاد، اعزل من عنده البلاد سيلز، واعزل من عنده شنو البروتين، واستخدمها كبلازما فقط لجزيئات صغيرة اذا كان عندي دراسة لجزيئات صغيرة اخرى. بالضبط هذا الكونسبت اللي جاي يصير، هذه عندي بلاد سيلز وهذه عندي البروتينز. زين صار بيها فلتريشن هنا، عبرت فقط الجزيئات الصغيرة لهذه القناة، وبعدين صار لها شنو كولكشن outside حتى شنو تستخدم تطبيق آخر
كبيور بلازما. هذا يعني العمليه الميكانيزم شلون راح تصير؟ راح نجيها بالكم سلايد القادم. الفابريكيشن طبعا هم ينتم على البي ام ام اي، نفس الشيء، نفس الحجم، نفس الاحجام، لكن شنو؟ فقط تغيير بالتحضير. اول شيء الديزاين رتبناه على الاوتوكاد، يعني سويناه بالاوتوكاد. هذه حجمها 500 ميكرومتر، هذه 50 ميكرومتر. المسافه هنا هسه راح نشوفها اوضح، يكون حجمها هنا 200 ميكرومتر، يعني الفرق بالمسافه. بعد ما طبعناها هذه ديفايس باستخدام 3 دي برينتينج، طبعا كل شيء يعني الفابريكيشن كله مذكور بالبيبر الثاني مالتنا هذا بالاسفل، اللي يحب يطلع ويشوف. اذا ناخذ زوم لهذه المنطقه كالعاده راح نشوف هذه المسافه هي 200 ميكرومتر. هذه المسافه راح تستخدم لتخليق القناه النانويه اللي هي الفلتريشن شانل، هذه اللي هي القناه النانويه الخاصه بالفلتريشن. زين، الداي الكتريك بريك داون نفسه استخدمناه حتى شنو نخلق القناه النانويه، نفس الشيء نسلط فولتيه على نفس الداي الكتريك سترينث للبي ام ام اي. وهنا استخدمنا نوعين من القنوات النانويه، نوع حجمها يكون كبير ونوع حجمها يكون صغير. الغرض من استخدام القناه النانويه حجمها يكون كبير حتى احصل بلازما دم وذ بروتينز، يعني البروتينات امررها فقط اعزل خلايا الدم. زين، اذا احتاجت تطبيقات ما احتاج البروتينز، استخدم القناه النانويه اللي حجمها اصغر، وبالتالي استخدم بلازما دم without proteins. نفس الشيء هذا اللي تونا التكنيك شلون جاي يصير؟ مجرد اخذ فينجر بريك بلات، فينجر بريك، استخدم الاوتو بايبيت، راح اسوي بوشنج للسامبل، ادفع مجرد بالضغط على الاوتو بايبيت راح يدفع البلات من هذه الشانل، يمر خلال القناه النانويه، وبالتالي راح يصير به شنو؟ فلتريشن. تبقى خلايا الدم، تبقى البروتينز، وباستخدام هاند سيرنج فاكيوم، باستخدام سيرنج راح اسحب الفلترد بلاد مالت. مجرد اضغط دفع يكون شنو؟ بالاوتو بايبيت، تمر خلال هذه القنوات ويصير لها كولكشن اوت سايد. هذا السمبل تكنيك جدا بسيط، والنتائج مالته حصلنا به اكثر من 62% ييلد تحصيله للبلازما، وكان فتشي يعني جدا عالي، هاي ييلد اوف بلازما. زين، هذا يعني نفس آلية العمل باستخدام تيار عالي، عندي نانو شانل جدا واسعة عبرت للبروتين، سوت للبلوكينج للبلاد سيلز، بعدين زغرنا التيار. هنا كانت عندي نانو شانل ما عبر البروتين، بينما الجزيئات الصغيرة مثل الفلوريسين دراج وغيرها عبرت. ردت تختبر يعني البلاد بلازما الفلترد، يعني نسوي له اختبار، صار بي بلوكينج للبروتينز، عبرت البروتين، اخذناه حللناه بالديفايس مالتي السابق. يعني بعد ما سوينا فلتريشن اجينا نحلل الفلترد بلاد باستخدام الديفايس السابقه اللي شرحتها بالبدايه. هنا نفس السامبل، نفس السامبل اخذناه باستخدام الخمسه مايكرو امبير ديفايس، يعني هذا الديفايس اللي كانت النانو شانل مالتها واسعه، فجاي نشوف هنا بلازما بروتينز وهنا بي اس اي ظهرت عندي بالفصل، بينما بالديفايس اللي يكون القناه النانويه مالتها اقل من الخمسه مايكرو امبير ظهرت عندي فقط
جزيئات صغيرة غير محتوية على البروتينز، فهذه دلالة على أنه هذا الديفايس مالتي تنطيني جاي بلد بلازما with proteins وبلد بلازما without proteins. طبعا هذه النتائج نشرناها قبل أقل من شهر مجلة مايكرو ماشينز اللي هي Q2 بالانسترومنتس بالأجهزة المحمولة. الإمباكت فاكتر مالتها 2.5 و3.3. كنت أنا الباحث الأول وياي تيم من العراق من جامعة ميسان، من جامعة تكنولوجية، من جامعة التقنية الوسطى، كلهم يعني ساعدوني في بعض يعني المشورة بهواي أمور، جدا ممتن لهم. بالختام أساتذتي آسف على التأخير، أحب أشكر جامعة ميسان منحي يعني دراسة خارج العراق، وجامعتي الأم جامعة البصرة، وجامعة تزمانيا بأستراليا، ومشرف العزيز بروفيسور مايكل بريدمور، طبعا الأستاذ الأول بالكيمياء التحليلية، تقدرون تدخلون بأستراليا طبعا مو أوتسايد أستراليا، والسيدة مارغريت اللي كانت بمثابة أمي في أستراليا ساكن وياها. وشكرا جزيلا لأصغائكم. دكتور أثير تسمعني؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. آسف جدا خاف أخذت هواي من الوقت الدكتور. بالعكس بالعكس، محاضرة جدا قيمة وجدا مفيدة لأهل الاختصاص وللي مهتمين بهذا المجال من العلوم بالحقيقة، ولنا أن نفخر بك زيدون. الله.